تتصل بينا. والسؤال الاولاني حاجه جاي لي من صديقه، والدها الله يرحمه قبل ما يتوفى قسم الميراث او قسم الحاجات المقتنيات اللي بيقتنيها في الحياه بشكل ودي بينها وبين اخواتها. يعني قال فلان ياخد كذا وعلان ياخد كذا والبنت دي تاخد كذا ودي تاخد، وهي كانت متضايقه لان الوالد يعني مش عايزه اقول ما قسمش بشرع ربنا، قسم كده بحسب ما هو شايف، فادى الابناء الذكور اكتر بكتير جدا جدا من الاناث. فهي قالت طب ما يعني لو بشرع ربنا لا انا استاهل بقى اخد اكتر، فهي زعلانه طبعا بتدعي لوالدها بالرحمه وكل حاجه، لكن ابتدى يبقى في حزازيات بينها وبين اخواتها الصبيان. طبعا واللي زاد على ده ان زوجها برضو قال انا ماليش دعوه، بس يعني المفروض اخواتك يدوكي حق ربنا يعني يعملوا بشرع ربنا. وعشان والدك ما يتعذبش. فانا قلت لها وجهه نظري، يعني طالما الاب قال كده خلاص وما يصحش ان زوجك يقسيكي على اخواتك، لكن قلت لها لا راي الدين هو اللي يمشي. فحضرتك تقول لها ايه بقى؟ خلينا نقول في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، من الظواهر السلبيه والمعاملات الصعبه اللي موجوده في المجتمع الحرمان من الميراث او توزيع الميراث قبل الوفاه. انا شفت كيسز وحالات يا استاذه قبل الوفاه الاب بيوزع وفي الاخر بيقع تحت ضغط، وممكن يعني ربنا يكفينا شر البلاوي يبقى فلوسه موجوده واولاده بيتمتعوا بيها وهو يحصل له ازمه ومش قادر يقول لهم هاتوا لي. لا اله الا بعد الله. ما وزع. فنداء يا جماعه، محدش يوزع ميراث الا بعد الوفاه، ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران. وعلى فكره يعني ممكن تكون في حاجات في الدين فسرت بالسنه النبويه، فسرت بالعلماء بالاجماع بالقياس، لكن حضرتك الحدود والميراث ربنا هو اللي قسمه. انت عارف ربنا قال ايه؟ قال يوصيكم الله في اولادكم، كأن ربنا بيوصي. فشوف انت يا كل واحد بيشوفنا النهارده ولسه عايش، نصيحه ما توزعش اي تركه ولا اي ميراث على اولادك ابدا وانت عايش. ممكن تعمل حاجه جميله اسمها الهبه. الهبه يعني ايه؟ يعني تدي البنت ظروفها صعبه، ابن من ابنائك محتاج حاجه تساعده تديله، ما فيش مشكله خالص. لكن توزيع التركه اصلا له ثوابت وله اصول ما ينفعش نعديها، وليه ستيبس كده زي خطوات، ليه محطات. لازم الوفاه الاول، وبعد كده تجهيز المتوفى ده من تغسيله وتكفينه ودفنه واجراءات العزاء والحاجات دي كلها، وبعد كده سداد دينه لو عليه دين. لكن دي رساله، دي رساله مهمه جدا. دلوقتي لو عليه دين ظهر دين وهو كان قسم خلاص على الولاد، لا ما ينفعش. طب واحد يقول لك انا مالي مش هدفع، ادفع انت ده هيفضل الدين ده معلق في رقبته ورقبه ورثته لحد يوم القيامه. يعني لازم يا جماعه نحط قدامنا رساله ربنا سبحانه وتعالى لما قال في خواتيم سوره النساء، وبالمناسبه ربنا عظم من دور النساء ومن دور المراه ومن دور الست، فذكر توزيع الميراث عشان بعض المستشرقين الغربيين بيقولوا ان الست مظلومه في الاسلام. لا شوفي بقى، ده احيانا الست بترث اكتر من الراجل. طب احنا عندنا ست دلوقتي معانا على التليفون، يلا بينا.